البحر. وبس قبل لا نبدأ هذا الفيديو لا تنسون اللايك والسبسكرايب والكومنت. وبس يلا نبدأ. طبعا هذه الطلعة مقررين لها مدة طويلة. يلا نوني ودينا البحر. يلا الحين بوديهم البحر. اوكي في وحدة ويلا الحين اركب ركبكم عشان نروح البحر. اوكي يلا متحمسين. طبعا الحين قررنا نسوي يوم كامل في البحر، وطبعا مجهزت لهم انا البيت والكوخ وكل الاشياء اللي بيحتاجونها. انا جهزت. يلا انزل الحين. يلا شكرا. ترى هذه لا يعني كنا مخططين لها مدة طويلة واخيرا بنروح البحر. وطبعا نستنى الصيف عشان كذا نلعب في البحر ونسوي الاشياء الصيفية هذه الفعاليات. صح. طبعا هنا في الشنطة حقت الاكل فيها ساندويتش وعصير. صح. والكوخ طبعا هناك. لا الكوخ هنا. صح هذه الخيمة يعني اللي بننام فيها، وهذا البيت حق البحر والسفينة طبعا يعني عشان نقدر نلف حول البحر. ايه يلا الحين جاهزة عشان نسبح. ايه جاهزين. يلا. يلا انا بروح البس ملابس البحر. يلا انا جاهزة بروح بس اشيل الشنطة وارجع عشان اسبح. حتى انا جاهزة بس اول شي بروح احط واقي الشمس. حتى انا عشان يعني ما احترم. يلا صح. عشان اشيل شنطتي. هذه غرفتي في هذا. يلا خلصت. يلا أنا جاية الحين شنطتي شلتها وبشيل القبعة. يلا يلا سويت. حتى أنا يلا يلا متحمسة وأخيرا بنسبح لأن الصيف. حرفيا كنا نستنى الصيف من زمان عشان نسوي رحلة في البحر. صح. ونقضي يوم كامل. إيه البحر يعني شيء مرة أحب البحر. يلا الحين نسبح متحمسة. يلا الحين العوامة حقي عشان أنا لبست. خليني أروح ألبسها. يلا كلكم البسوا عشان لا تغرقون. أنا لا ما بغرق. لا لازم تلبسون كلكم. أوكي أحس يعني مو بضروري فخلاص ما بلبسها يعني. أنا ما راح ألبسها لأني مرة أنا طويلة ما يحتاج ألبس عوامة. أنا ألبسوا أحسن يمكن تغرقون أو شيء قد تكونوا لابسين. لا ما بلبس. يلا يلا اوكي يلا. تعبنا من السباحة لازم صح تعب. يلا نروح ناكل. تعالي في ساندويتش هنا وعصير. اوه صح يلا. تعالي باخذ ساندويتش وباخذ لي عصير. خذ انت بعدين. حتى انا تعال. سويتهم في البيت. يامي لذيذ. الحين انا عصير. خذوا مني بعصير. انا باخذ عصير. بروح اخذ دش وانام. تعبت. صح نوني وين ليان؟ ما ادري وينها. كانت تسبح معانا. ليان ليان وينك؟ انا ما ادري وين ادور عليها. ليان وين ليان؟ ما ادري تعالي ندور. لا تكون غرقت. ليان وين؟ تعالي حصلتها هنا ورا ال وينها؟ ورا السفينة. وين ورا ليان؟ انا قلت لها تلبس العوامة وهي تقول متدربة. ليش ما لبست؟ تعالي تعالي شيلي. ليان 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 يلا
المستشفى. لا ما يحتاج نجيب لها الدكتور للبيت، هي خليها ترتاح وانا بروح اجيب الدكتور. اوكي يلا انا بروح اسوي لها شاي او شيء، اكيد بتكون بردان الحين. ليان خذي الشاي الحين الدكتور جاي. يلا الحين بيدخل الدكتور. طبعا ليان بعد ما غرقت في البحر جتها نزلة برد وأعطيتها إبرة، وهي كويسة بس لازم المرة الجاية تلبس عوامة وتنتبه من البحر، وكلكم لازم تنتبهون وتلبسون العوامات والأشياء حق الأمان. الحمد لله ليان صحتها كويسة، ولازم بس تشرب أشياء حارة وتهتم بصحتها الأسبوع هذا وما تقرب من البحر. أوكي دكتور، إن شاء الله مرة ثانية ما بخليها تسبح وبخليها تلبس العوامة. شكرا دكتور، مع السلامة. عشان كذا يا ليان لازم تلبسين العوامة مرة ثانية. أوكي بس عشان كذا يا أصدقائي إذا جيتوا تسبحون لازم تلبسون العوامة. أوكي.